قال له اتنيل، انت لسه عندك 17 سنه وجاي تدور في الجواز. قال له بقى انت عندك 60 سنه واتجوزت زوجة ابوه وهي ميته عده مرات، منعنا وهن الراغبات، ده انت طيب قوي. زوجة ابوه وهي ميته عده مرات. اهلا بيكم، تعالوا نشوف القضيه دي اللي حصلت في محافظه الفيوم. على فكره محافظه الفيوم، محافظه الفيوم من المحافظات القليله قوي بيجيب سيرتها، يعني مش زي القليوبيه ولا الدقهليه ولا الجيزه ولا، لا الفيوم بتيجي قضاياها كده على استحياء. لكن القضيه دي قضيه بشعه للغايه. بالتحديد فين في الفيوم؟ في مركز مشهور جدا اسمه مركز يوسف الصديق، من المراكز الكبيره جدا في محافظه الفيوم، مركز يوسف الصديق. ايه اللي حصل؟ الاب اسمه حسين، عنده اولاد مجوزهم باستثناء شاب اسمه يوسف عنده 17 سنه بس، كل اولاده مجوزهم، مفيش غير يوسف اللي عنده 17 سنه هو اللي لسه ما اتجوز. الاب قال لك لا انا معيش، هو الراجل يعني شوف في رجاله امراه واحده لا تكفي، يعني ولا اتنين، يقول لك ربنا محلل وانا راجل مقتدر، ما دام راجل مقتدر ما اتجوزش ليه مره واثنين وثلاثه واربعه؟ فهو كان حسين او الحاج حسين زي ما بيقولوا له راجل مقتدر ماديا، اتجوز واحده وبعد كده اتجوز اثنين وبعد كده اتجوز ثلاثه، ختم بالثالثه. الثالثه دي بقى حسين في اواخر الخمسينات وفي بدايه الستينات، وراح متجوز بنت عندها 22 سنه، يعني الفرق اكتر من 40 سنه. حلال حلال شرع ربنا، ربنا ما قالش ان الراجل الكبير ما يتجوزش بنت صغيره، ولا قال ان البنت الصغيره ما تتجوزش راجل كبير، ولا الست الكبيره تتجوز شاب صغير. ما دام العلاقه مشروعه بموافقه العروسه او العريس واهليه العريس او اهليه العروسه، ما فيش مانع شرعا ان الواحد يتجوز. يعني يبقى عنده 100 سنه ويروح يتجوز بنت 20 سنه، حلال ولا مش حلال؟ حلال، ما دام العروسه موافقه واهلهم موافق واهلها موافقين، ما حدش يقول لي حرام، ما حدش يقول لي فرق السن، ما حدش يقول لي الصحه، ما حدش يقول لي المرض، ما دام العروسه موافقه واهلها موافقين الجواز شرعي. والعكس لو عندي الست عندها 80 سنه واتجوزت واحد عنده 20 سنه مش حرام، ما دام العريس موافق واهلهم كله تمام التمام، والست حتى لو عارف ان هو متجوزها عشان مالها او عشان ثرائها مفيش مشكله، مش حرام شرع. حسين اتجوز البنت اللي هي لسه في العشرينات دي والفرق اكتر من 40 سنه، لكن بنت صغيره وحلو. لكن هنا السؤال بقى، طب انت متجوز ثلاثه، كان الاولى تتجوز البنت دي ولا الاولى تجوز ابنك اللي عنده 17 سنه؟ في ناس يقول لك 17 سنه سنه صغير ده لسه مراهق. ايوه بس يتجوز ولا ما يتجوزش؟ لا يتجوز طبعا، عنده 17 سنه يتجوز، عنده 18 سنه يتجوز، ما فيش ما يمنع ان الشاب يتجوز، ده مش بنت، القانون يمنع ان هي تقول قاصر 18 سنه ما ينفعش تتجوز، لا الولد القانون ما حط السن، يتجوز براحته، ما دام بلغ سن 14 15 16 17 يتجوز، ما دام وصل لمرحله البلوغ. الشرع بيقول كده. الولد اللي عايش مع ابوه يوسف شايف ابوه كل يوم يخرج مع البنت دي يتفسح وعايش حياته ومية مية، والواد محروم. فقال لابويا بقى انا عايز اتجوز. قال له اتنيل، انت لسه عندك 17 سنه وجاي تدور في الجواز. قال له بقى انت عندك 60 سنه واتجوزت. قال له انا اتجوزت من مالي، روح اشتغل ووفر واتجوز. انت بترد على ابوك، انت عايز مني يعني؟ ما انا جوزت اخواتك لما تكبر وتخلص دراستك بقى اتجوز. قال بس انا عايز اتجوز ازاي؟ شوف بقى يعني احنا وصلنا لمرحله ان العيل اللي عنده 17 سنه بيواجه والده انه عايز يتجوز. رغم الموضوع ده الواحد يعني لما بيفكر فيه بيجي مكسوف حتى وهو بيكلمه مع عمه. يعني الواحد بيبقى بيتكسف يقول لامه عايز اتجوز. لا انا يعني بيتجوز ليه؟ اه عايز علاقه حميميه. يعني الموضوع كله حلال ربنا صحيح بس بيبقى فيه خجل. لكن الواد بيقول لابوه انا عايز اتجوز، اشمعنى انت؟ وخاصه ان البنت عشان صغيره فعايشه حياتها، يعني الواد يدخل ابوه طبعا قاعد في البيت بجلابيه، هي تطلع لهم بقميص النوم، وده برضه بنعيب عليها، يعني المفروض الاب يقول لها لمي نفسك، صحيح ده ابني وما يجوزلكيش، لكن برضه احتشم شويه قدام ابني، ابني عنده 17 سنه، ما ينفعش تطلعي له بقميص نوم، ما ينفعش تطلعي له بستريتش، ما ينفعش تطلعي له ببادي، ما ينفعش تطلعي له بشعرك، ما ينفعش، صحيح ان ده ابن جوزها، لكن برضه ما ينفعش ان هي تكشف نفسها عليه كده. هي عشان صغيره وكانت هيالها ان الموضوع ده عادي، ده متجوز ابوه، فبالتالي هي بالنسبه له حرام عليه، محرمه شرعا، وبالتالي هي في مقام امه لانها متجوزه ابوه، ما تعرفش ان الولد في مرحله المراهقه بيبص لها بصات تاني خالص غير البصات اللي هي تعتقدها،
بالعكس ده كان بيتغزل فيها وابتدى يبادلها النظرات وابتدى يقول لها كلام جارح في غياب والده. لكن هي علشان من أسرة محترمة ومحافظة وفعلا هي اتجوزت أصلا الراجل كبير في السن أكبر من 40 سنة عشان فلوسه، ماشي مش حرام، مدام موافقة مش حرام، الراجل سري ومتجوز عليها واحدة واثنين وهي التالتة ووافقت خلاص، هو نفسه الراجل نفسه عارف مين جواه، ايه اللي يخلي بنت عندها 20 سنة تتجوز منه وهو في 60 سنة، غير ان هو عارف ومتأكد من جواه علشان فلوسه وعشان العيشة وعشان الشقة وعشان الفرش وعشان المهر الكبير والمؤخر الكبير اللي كتبوه لها، وهو اعتبر ان هو شراها لكن هي برضاها، مدام برضاها محدش يتكلم بقى. الولد ليل ونهار يوسف ما بيفكرش غير في مرات ابوه، حياته كلها رغم ان هو ما كانش قاعد مع ابوه ده كان قاعد مع امه، لكن الولد كل شويه ينط على ابوه، وطبعا ابويا يعني شيء طبيعي الاب مش هيقول له انت جاي ليه، ما قعدوا معاه، وخاصه الولد ما كانش بيروح غير وابوه يكون في البيت، فبالتالي ما اثرش لحاجه، لو الولد عايز يجي بياكل مع ابوه ويشرب مع ابوه، ويوم ما ياخر يا ابويا انا هبات عندك بيبات عنده ما دام الاب موجود خلاص، والصبح بيخرج مع ابوه، فالاب ما حطش في باله حاجه، وخاصه ان البنت محترمه جدا ومؤدبه ومن بيت ناس، لكن كان يعيبها والفقر مش عيب ان هي عائلتها او بيتها ناس على قد حاله. يوسف خد الموضوع تحدي، قعد يكلم مع زمايله، لا زمايله بيقولوا ايه يا عمي ابوك عنده 60 سنه وراح يتجوز واحده من دور احفاده، علي النعمه اللي هتلعب من وراه، يا عم ده ابوك لو جامت له جمعه كل شهر مره ده بنت فارس ده عايزه كل يوم، ابوك مش هيكفيها، يا كان جوزك انت بلا كلام فاضي، ما انت يوسف اهو انت اللي كنت قمت بكل حاجه، لكن هو هيقدر على الفرس اللي معاه ده؟ ابتدى يوسف يفكر ايه ده ابويا كبير في السن وكمان عنده 2 ستات، ده في الاسبوع بيلف عليهم هم الثلاث، لا ودي فعلا فرس وبنت صغيره مش هيقدر يكفيها. ابتدى يفكر فيها تفكير تاني بقى، مش اعجاب ومعاكسه وكلام وخلاص، لا ابتدى بقى الموضوع ينقلب الى ان هو يروح لها البيت، تيجي تدخل المطبخ تجيب لهم الاكل تلاقيه يمسك ايديها وهو يعني بيعمل الاطباق، يجي يملى الميه يجي من وراها ويجي مالي الميه عشان يحضنها غليه بيملى ميه، هو يحسب ان ده خطوات هيبان منها ان كانت هتقبل انها تعمل معاها علاقه ولا لا، لكن البنت كانت بتصد وقالت له هقول لابوك، قال لها هتقول لابويا انا عملت حاجه، قالت له ما تحاولش تلمسني ولا تحاول تقرب مني، قال لها ده انا كنت بملى ميه، ده انا جيت امسك الاطباق خفت على من السخنه الطبق يكون سخن فجيت ايدي على ايدي، ده انت مرات ابويا عيب الكلام ده، قالت له والله لو عملت كده هقول لابوك يا يوسف ما تهرجش وما تدخلش جدا في الهزار، اوعى تهيالك ان انا سهله. فزمايله قاعدين بقى هم اللي قاعدين معاه، ايه يا يوسف اخبارك ايه ومش اخبارك ايه؟ فواحد بيقول له يا عم انت كل يوم والتاني عند ابوك. قال له يا عم ده مرات ابويا انت بتهرج؟ قال له يا عم والله يتمنعنا وهن الراغبات، ده انت طيب قوي، ده هي لقاها عينها منا. قال له يا عم مرات ابويا انت بتهرج؟ وراح جايبهم ومشي، لكن الكلمه اللي بتفوت انه ايه؟ يتمنعنا وهن الراغبات، يعني يقول لك لا وهم عايزينك. الكلمه دي كبرت في دماغه قوي. قال لك الله يعني هي عايزاني لكن من قدامي بتعمل كده؟ لا. انا مش هينفع الكلام ده انا ما بنامش، وراح خلى والده نزل الصبح ونزل مع والده هو وراح رجع تاني على مرات ابوه، خبط على الباب فتحت ام العين السحريه قالت له عايز ايه يا يوسف؟ قال لها ده ابويا نسي حاجه من الاوضه هيا هدخل اخدها، قالت له اجيبها لك انا، قال لها لا ده هو قال لي على مكانها وانا ادخل، قالت له تدخل تجيبها وتمشي على طول، قال مجرد ما فتحت راح دخل يوسف على طول، اول ما دخل قفل الباب وراح حاضنها ونزل فيها طبعا بيحاول ان هو يحتويها بأحضانه، رفض الزعايت، ففي الوقت ده هو مرحلة مراهقة، هو في حالة إثارة غير عادية وهي في مرحلة مقاومة غير عادية، ابتدى يخبطها في وشها وبعد كده راح شايلها ودخلها أوضة النوم ثم جرتها من ملابسها كاملة ثم قام باغتصابها عدة مرات. بعد كده خرج من الشقة بتاعته عادي جدا ورجع، هو فاعتقد ان هي مغمى عليها او خلافه فسابها وراح نزل الشارع عادي يمارس حياته عاديه جدا، راح عند والدته الزوج طبعا الحاج حسين، دخل الشقه لقى مراته مجرده من ثيابها وفاقده او مغمى عليها، اتصل فورا بالشرطه لان كان واضح عليها اثار الاعتداء، ايه اللي هيخليها عريانه كده وايه اللي هيخليها بالمنظر ده وهدومها ممزقه، الشرطه جات الطب الشرعي جه ثبت ان الوفاه نتيجه خبطه قويه او لكمه قويه في الـ في الـ في الراس ادى الى نزيف داخلي ادى الى وفاتها في الحال.
طبعا بالتحريات، ومين اخر اللي كان بايت في البيت، ومين اخر ظهور ليه، ومين ومين. احدى الجارات قالت انا شفت يوسف بعد ما نزل مع والده رجع البيت تاني، وشفته بعد كده حوالي بعدها بساعه وهو خارج من البيت وكان في حاله ارتباك. بالقبض على يوسف انكر في البدايه، ثم تم مواجهته بالجاره، قال لك ايوه انا اللي فعلا ابويا ما رضيش يجوزني وراح يتجوز هو، وانا البنت عجباني وما قدرتش اقاومها، وزمايلي قالوا لي يتمنعن وهن الراغبات، فكنت اعتقد ان هي عايزاني بس مكسوفه مني، فلما رحت واعترضت عليا وخفت على انتزاع خبطتها في وشها، وانا اغتصبتها عده مرات، وللاسف اللي انا عرفته بعد كده ان هي ماتت من الخبطه، يعني انا عاشرتها معاشره الازواج واغتصبتها وهي ميته. يعني تخيلوا الولد اغتصب او عاشر مرات ابوه، زوجة ابوه، وهي ميتة عدة مرات، ثم خرج بعد ذلك. هنا بقى في عدة دروس. الدرس الاول، ما ينفعش الاب في المرحلة دي يتجوز بنت صغيرة. صحيح مش حرام، لكن في اولويات يجوز ابنه الاول حتى لو ابنه صغير. يا اخي انت متجوز اتنين، ليه بتحط ابنك في الموقف ده؟ تاني حاجة، انت ما لاحظتش ان هي البنت جميلة وصغيرة وفي نفس الوقت لبسها وحياتها جوه الشقة قدام ابنك، ده في حد ذاته غلط. شعرها وبضيهات ومصان نوم قدام ابنك في حد ذاته مع شاب مراهق زي كده غلط. انت في الاول جوازتك من اولها غلط، ووجود ابنك معاك في البيت ويبيت مع بنت صغيره زي دي غلط، وكنت لازم تقنع العروسه اصلا انها تحتشم قدام ابنك. انت حته انه ابنك فانت واثق فيه، لكن مش هو ده الزمن، ولا هي دي العيال اللي كان اللي ممكن تثق فيها. العيال دلوقتي في حاله هياج بسبب المقاطع الساخنه والموبايلات والدنيا اللي كلها بتموج بالجنس. فما ينفعش يبقى عندك ابن عنده 17 سنه وتروح تتجوز انت، وخاصه انت على ذمتك اتنين. ايه هو انت ايه يا اخي؟ ارحم، خلي ربنا يرحمنا جميعا، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.